هي الحرب اللبنانية اللي غيرت وبدلت من أقدار الناس، وهو واحد من الشباب اللبنانيين اللي اختاروا لغة السلم بزمن الحرب، لغة الحياة بدل الموت، لغة الحب والتضحية، وهي عناوين شباب الإسعاف والصليب الأحمر وفرق الإنقاذ بالزمن الصعب. لقدروا البعيد ببلاد بعيدة لهيوستن مشي ابن صيدا فادي ديماسي، هالقدر اللي تلون بالدم وأعاد فادي تشكيله بكل ألوان الحياة والنجاح. هيدا النهار اللي تصوبت فيه كان يوم غريب. كان في تجمع عم بيجمعوا مسعفين ليفوتوا على مخيم الراشدية بسور بحرب المخيمات، ومن كل مركز بلبنان عم بيختاروا أشخاص. كلنا تجمعنا بسور، قسمونا لمجموعات كل أربعة بأمبلانس. سبحان الله إنه أصريت إنه بدي فوت، وفتنا لجوا في إحساس غريب، صارت الدنيا تشتي. فاضطرينا نسكر الإزاز، كنت قاعد معهم ورا، دقيت على الإزاز للشوفير قلت له مش عم بقدر أتنفس، بدي أقعد قدام. قمت من ورا قعدت قدام، كنا تقريبا شي 20 أمبلانس، نحن وظاهرين صار في علينا أواز. لما طلع الرصاص أول شيء بتذكره شفت الدم بإيدي، دغري غبت على الوعي. رجعت أجري رصاصة تانية فادت من صدري، وبعدها لهلأ لجوا، لأنه خطر كتير إنه يشلوها بوقتها، بس إيدي كانوا ما بقدر أصابيعي افتحهم. سو لما جيت لهون جيت على أساس بدي يعملوا لي عملية لإيدي لحتى أقدر. فت على الصليب الأحمر وهذا كان باعتقادي أنا إنه هذا السبب اللي كنت منفتح، لأنه بتعرفي أيام زمان كانوا يعبوا لنا براسنا لكل واحد لحزبه لطائفته. الحمد لله كنت من الأشخاص المحظوظين إنه انفتحت على الطوائف الثانية بالوقت، وهيدا الشيء اللي عم بعمله هون. جيت بمينيموم يعني تيكت طيارة و $100 تقريبا بجيبتي. أمريكا استقبلتني كمان، هيدي قصة تاني كنت محظوظ كمان، إنه بوقتها كان في حرب الخليج بال 91، صاروا يعطوا إذن عمل، سو دغري صرت ليجل هوني أقدر أشتغل بعد 6 أشهر من ما جيت. هيدي كتير ساعدتني. بلش الطموح انه يكون عندي مطعم واحد، وبوقتها كان يعني منا ايزي الواحد ليستاجر مطعم، لانه هون في شيء اسمه كريدت، يعني هيستوري، الواحد لازم يكون عنده هيستوري ليقدر يستاجر مطعم. كمان الحظ لعب مره، هيدا هو الحظ. اوكي اجى الحظ، كان في هو الاوريجينال لوكيشن اللي على ويست تايمر ودنفيل، كان في مطعم مسكر واللي مستأجره بده يخلص من الليس، سو اعطيني هي سبليستد لالي، يعني مثل كفاله، مثل كفالي لمده سنه مثلا، والا انا بوقتها ما كان فيني افتح استاجر مطعم لانه ما عندي الريكورد. بلشت اشتغل تقريبا 18 ساعه، كنت اشتغل كل يوم لابني هالحلم. كان في ظروف كتير ساعدتني بوقتها، المطاعم اللي كنت اشتغل فيها قبل، واهلي كان عندهم مطعم اسمه الدميسي هون، تركوا المطعم وقت ما فتحت مطعم فاديز، اهلي تركوا مطعم الدميسي واجوا اشتغلنا مع بعض. فالزبونات اللي كانوا يروحوا على الدميسي صاروا يجوا لعنا، وبنفس الوقت انا كان عندي زبونات اللي كنت المطاعم اللي كنت اشتغل فيها بهيوستن. اشتغلت كتير، وكل اللي بهيوستن بيعرفوا قد ايش اشتغلت، يمكن لهيك مشان هيك مبسوطين انه وين وصلت وكيف بلشت. ممكن الشخص يشتغل ليبني المطعم سنين، بس اذا ما كان في حفاظ على الكواليتي ممكن يخسره بشهر شهرين. يعني شغله المطاعم منا هويني، لانه منه انه يوصل الواحد لمرحله انه يبني الاسم. هيوستن بالنسبه لي الوطن الثاني.
كان عندي حلم ان يكون عندي بيت بصيدا. يعني انا وصغير كنت اذا بتتذكري بلشوا الدولار يغلى واسعار البيوت غليت كتير يعني بوقتها، بالوقت انه واو انه معقولة انا اقدر اشتري بيت. بتطلع على لبنان بأسف شوي على التفكير اللي بعدهم الناس عم بفكروا فيه، اللي كنا نحن نفكر فيه لما كنا بلبنان، انه نتأثر كثير بزعيمنا ولا بطائفتنا. في عندي اعتقاد كثير كبير وامل بالجيل الجديد انه يوما ما يغيروا، يتغير هالشيء اللي نحن فيه هلا، انه يصيروا يفكروا بلبنان كمجموعه مش كاشخاص ولا كوطن. كل سنه بنزل على لبنان، بحب لبنان، بحب كون بلبنان. يوم ما برجع انه عيش بلبنان ما بعتقد انه الا اذا الامور الموجوده هلا تغيرت صراحه.